أكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة أن روابط الأخوة الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة تحظى بعناية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين. جاء ذلك خلال لقاء سعادة وزيرة التنمية المستدامة بمعالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الرياض، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي والاستفادة من خبرات وتجارب المملكتين الشقيقتين في تبني الاستراتيجيات والمبادرات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، بما يحقق المصالح المشتركة ضمن خطى التنمية الشاملة التي يشهدها البلدان في المجالات المختلفة وعلى الأصعدة كافة.